من حوالي الشهر نسأل القائم مقام رئاسة الجمهورية قرار الحرب والسلم بإيد مين، فبدل ما يجاوب عمل شيء بيشبه الشو. هل أنت في لبنان؟ أنت تتكلم هنا معي في لبنان ولا أنت في جسر كراساو؟ أنت في لبنان وتعرف الوضع، لنكون واقعيين، أقوم بما لدي، أما قرار الحرب هو بيد الحكومة اللبنانية. كان بده يقول أنه قرار الحرب والسلم بإيد الحزب، وصلت الجملة على رأس لسانه ورجع بلعها، وحتى يتجنب وجعة الرأس مع الحزب قال أنه القرار بإيد إسرائيل وكروا الشباب وراه. على هامش الاجتماع الوزاري لدول الاتحاد من أجل المتوسط، عقد وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب 4 لقاءات ثنائية مع كل من وزراء خارجية الدنمارك ولوكسمبورغ وسلوفينيا وإيرلندا، وشدد أبو حبيب في خلالها على أهمية استمرار الحوار اللبناني الداخلي، موضحا أن قرار الحرب والتصعيد بيد إسرائيل لأن لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى إليها. بإيد إسرائيل؟ أنا كنت مفكر بإيد دوك لوكسمبورغ قرار الحرب. يا حبيبي يا أبو حبيب، ما هو الحزب بعظمة لسانه قال إنه هو اللي فتح جبهة لمساندة حماس بغزة، من كذبه؟ لكن بحكومة الحزب اللي مش مع الحزب بيزايد على الحزب، والرابطين جرافات والرابطين مع جبران كلهم بأمر الحزب. الحزب بيجمع الحكومة والحزب بيفرطه. الحزب بيحارب ساعة اللي بده وبيرجع عهد الميليشيات كيف ما بده ومين قده. الحزب بيعود من كيس الدولة ومن كيسه، وإذا حزت المحزوزية بينزع راس البيسو. لا التمديد لقائد الجيش بيمشي، ولا تعيين رئيس أركان بيمشي، ولا أي قرار بيمشي إذا الحزب ما مشي. ما في انتخاب رئيس جمهورية بلبنان إلا بإرادة الحزب، شاء لودريان أو أبا. بناء على ما سبق بدي أسألك دولة الرئيس أنا شخصيا هالسؤال: أنت بالحقيقة وين عايش؟ وإذا مش قادر تجاوب أنا بجاوب عنك: أنت عايش بدولة الحزب.